يسرني اليوم الإعلان بأن جامعة حمدان بن محمد الذكي قامت بخطوة جريئة ومبتكرة بالتحول إلى نموذج الحوسبة السحابية، بحيث أصبحت كافة أنظمتها وتطبيقاتها محمولة سحابياً بالكامل من خلال منصة أمازون ويب سيرفيسز الرائدة، وبذلك تصبح جامعتنا الحبيب جامعة حمدان بن محمد الذكي الجامعة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحول أنظمتها وخدماتها كافة إلى الشكل السحابي بالاعتماد فقط على ما لدى الجامعة من موارد تكنولوجية. الأمر الذي مثل مفاجأة حتى لعملاق عالمي في التكنولوجيا مثل أمازون ويب سيرفيس، والذين وصفوا الخطوة بأنها، هي عبارتهم، إنجاز منقطع النظير في صناعة التعليم ضمن منطقتنا.